عبد القادر بالبشير فنان تشكيلي صاحب دار فنان هنا بمدينة قرسيف، وهي تجربة ثانية من بعد مدينة توريرت. طبعا مدينة قرسيف تزخر بالمواهب والطاقات الفنية الإبداعية، وخير دليل هو الإقبال اللي لقيناه هنايا، وكذلك الطاقات اللي اكتشفتها من دار الفنان هنا بمدينة قرسيف. نسعى دائما وأكثر إلى التشجيع لأجل استمرارية هذا المعهد ديال الفنون الجميلة هنا بمدينة قرسيف. دعوتي إلى ساكنة قرسيف أنهم يجيو هنا، مرحبا بهم، يقراوا صغار وكبار، يقراوا وليداتهم خصوصا الأطفال، لأنه الأطفال كيف كان شاهدوا أنه بدأوا كيتعطوا بزاف لهذيك الوسائل الإلكترونية. إذا ملي كيولي الطفل هنا كيرسم هنا وكيبدع وكيولي الحياة ديالو الطبيعية، كيخلق له واحد التوازن نفسي وروحاني. إذا نتمنى واحد الملتمس إلى جميع المسؤولين هنا بمدينة قرسيف باش يلتفتوا لهذا المعهد هذا، لأنه هو ضروري ومهم، خصوصا أن مدينة قرسيف فيها واحد الطاقة تبارك الله فنية وكيخصها تشجيع. وحنا كذلك كمؤطرين في هذا المجال نسعى إلى يد المساعدة من طرف الجهات المسؤولة لأجل يعني الاستمرار ديال هذا المعهد، ومن كما نقولوا ما نفشلوش، نبقاو دائما ان شاء الله، وما علينا الا نطوعوا دائما ونجتهدوا لاجل شباب له روح، يعني كما نقولوا يسمو بروحه في هذا المعهد، وكذلك كان كيولي النظره ديال كل واحد قرا هنايا كتولي عندك، كتبدل النظره ديالو في المستقبل، انه كيولي واحد الانسان ايجابي 100% يسعى الى تنمية مجالية وبلد أجمل. السلام عليكم، سميتي فاطمة زهرة مقراني، فنانة تشكيلية ومديرة دار الفنان، سعداء لتأسيس مؤسسة الفنون الجميلة للرسم والخط العربي وموسيقى دار الفنان، هي الأولى من نوعها على الصعيد الإقليمي كمؤسسة كوينية. في هذه المؤسسة كنعملوا على ترسيخ الثقافة الفنية وتنقيب المواهب والطاقات الشابة. السلام عليكم، أستاذة قبة عنزها من مدينة جرسيف. كان بغينا نشكر الأستاذ بالبشير على هذه المبادرة اللي دارها لنا في جرسيف، اللي فتح هذا دار الفن اللي كانت تفتقدوا مدينة قرسيف. هذا الفضاء فين جينا نتعلموا الرسم ونسقلوا المواهب ديالنا بدراسة الرسم، تقنيات الرسم معتمدة. السلام عليكم، أنا سميتي سهام معطاوي، طالبة بدار الفنان جرسيف. هذه المبادرة اللي كانت المدينة محتاجة لها الصراحة، وكنشكروا اللي ساهم باش دار هذه المبادرة في قرسيف، بحكم أبناء قرسيف كانوا كيتجهوا المدن أخرى باش يقراوا الموسيقى ولا باش يتعلموا الرسم ولا حاجة أخرى. أنا في صف الموسيقى مع الأستاذ بنيس، صراحة تعلمنا المبادئ الموسيقى وغاديين معاه درجة درجة حتى نوصلوا إن شاء الله لداكشي كاع اللي كنا كنتمناو. كنشكروا جرسيف زوم حيت زارتنا اليوم، وكنشكروا كاع المنابر الإعلامية اللي جات عندنا اليوم، وكنتمناو من الناس يلتجؤوا ويجيو عندنا ويشوفوا دار الفنان ويزوروا دار الفنان، راه كاين بزاف ما يدار وكاين بزاف ما يتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم سهام سعيد. الحمد لله هذه المبادره كانت طيبه، انه تم افتتاح دار الفنان هنايا في قرسيف اللي كنا تنفتقدوها. وفي الحقيقه كاين افتقاد ديال ممارسه الفن، لا موسيقى لا رسم، لا في المدارس فين تيقراو ولادنا، لا في دار الشباب. وفضل هذه المبادره الطيبه استطعنا أننا نسقلوا المواهب ديالنا الفنية ونتعلموا القواعد ديال الرسم. وهذا الفن هذا راه عنده بزاف ديال الفوائد، انه تيحيد الستريس، تنحاولوا اننا نملؤوا الفراغ ديالنا بحوايج اللي مفيدين وحوايج اللي ايجابيين. بسم الله، اسم فيكيكي فوزيه، طبيبة اسنان في مدينة قرسيف. الحمد لله على هذه المبادرة
الطيبة ديال السي عبد القادر بالبشير اللي تاح لنا المجال ان احنا نمارسوا هذه الهوايات فن رسم وموسيقى. كانت كاينة الهواية ولكن هو عرف كيفاش يسقل هذه الهواية وعرف كيفاش يخرج منها المسائل الإيجابية بفضل التقنيات اللي علمها لنا وبفضل الوسائل تعلمنا بزاف الأشياء والحمد لله حسينا بواحد الراحة نفسية لأن ضغوطات العمل وضغوطات اليومية والمشاكل اللي كيعانيها الإنسان أكيد أنه كيحتاج واحد المجال فين يفرغ هذا التعب والضغوطات. نتمنى إن شاء الله أنه يأخذوا بعين الاعتبار هذه المبادرات الطيبة ويعطيوا دعم كبير للناس اللي متطوعين ويساعدوهم باش يقدروا نبرزوا جميع الطاقات اللي موجودة عندنا في المجتمع لا من أطفال ولا من سيدات ولا من حتى الشباب لأنه كيف ما كيقول مثل الفرنسي إني جامي تخطاخ بوغ بيان فاخ. وزيادة على هذا الرسم والموسيقى كيخلي الإنسان شخصيته تكتمل وترتقي بحيث أنه نفس الإنسان والروح دياله كتصبح نظيفة كي تحسن الأخلاق ديال الإنسان. حبذا وكان كل العائلات يندمجوا في هذا البرنامج ويعطيوا مجال لأطفالهم لأنه رها إن شاء الله ستعود إلا بالخير على الأطفال وعلى حتى الشباب. شكرا. السلام عليكم، معكم شيماء مقراني طالبة في مدرسة دار الفنان مدينة جرسيف. كمدرسة دار الفنان كنا محتاجينها بزاف مدينة جرسيف كمكان ترفيهي لنا ومبادرة زوينة من أستاذ عبد القادر بالبشير. وكنا مفتقدين المدرسة هذه في جرسيف، شحال من الناس ديال جرسيف كاين عندهم مواهب كبيرة في الرسم وحتى في الموسيقى ولكن بالنسبة لهذه المدرسة بحال عاونتهم صححت لهم الأخطاء ديالهم كملت لهم داكشي اللي كان ناقصهم في الموهبة ديالهم. كنشكر شكر وتقدير الأستاذ عبد القادر والباشير وعلى هذه المبادرة الجميلة اللي درها لنا في كرسيف. صافي بركة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.